مساء الخير. الأسبوع الماضي تحدثنا عن التفكك الأسري اللي بفقدنا السكينة، واليوم رح نكمل حوارنا للحديث حول حضانة الأطفال. الأصل في الأسرة أن تكون مبنية علاقاتها على المودة والتراحم حتى ينشأ الأطفال نشأة صحيحة، بس لما الظروف بتتغير والطلاق والانفصال بيكون ما في مفر منه، بصير الأطفال في بؤرة الصراع بين الزوجين المنفصلين أو المطلقين، وكأنه كل واحد بده يعاقب الثاني والأطفال بيكونوا الضحية. ليش تتحول الحضانة من نعمة لنقمة؟ وهل قانون الحضانة المعمول فيه في فلسطين بحقق الاستقرار للأطفال؟ راح نناقش هاي المحاور مع ضيوفنا في الاستوديو، سعادة القاضي صمود أدميري قاضي شرعي، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. وهديل ربعي مديرة الإدارة القانونية في صندوق النفقة، أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. راح نبلش أكيد مع سعادة القاضي صمود، مفهوم الحضانة وخصوصا من الناحية الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مفهوم الحضانة، خلينا نحكيها للمواطن بعيدا عن المصطلحات القانونية، هي حق للمحضون للطفل، وحق للحاضن، وحق للحاضن للمحضون، وحق للمجتمع. يعني بمعنى هي حق من الحقوق التي تدور حول الأطفال مع الأطراف المحيطين والمشتركين معهم في هذا الحق لرعايتهم وحمايتهم بأفضل صورة وأفضل الممارسات في المجتمع. وكما تفضلتي وأنت يعني في بداية البرنامج قلتي إنه هذا الموضوع يطفو على السطح عادة في ظل النزاع أو بعد الانفصال. فعادة الأطفال موجودين في حضانة والديهم، الحضانة المشتركة، بمعنى يشرفوا على شؤونهم القانونية، المالية، إدارة حياتهم بصفتهم قصار بحاجة لرعاية حسب السن، تحت 7 سنين منفصل، فوق 7 سنين. بعدين بتصفي الموضوع بعد 18 سنة، موضوع مختلف، لكن الترابط بدل موجود، لكنه مش سن حضانة. بعد 15 مش سن حضانة، لكن الحضانة نوع من أنواع الولاية. إذا كانت مربوطة بالأب فالولاية بتضل موجود طالما الطفل قاصر، وإذا كانت هي مربوطة بالأم زي كأنك بتعطيها بعد الانفصال أو في ظل النزاع ولاية مؤقتة على هذا الطفل إن هي تدير شؤونه ولا تغول يد والده إنه هو يتواصل معه. فإحنا بنحكي عن حق مرتبط بالطفل مباشرة، ورح نحكي عشان موضوع المصلحة الفضلة للطفل هذا، ومربوط لكنه بالمجتمع اللي بحط الآليات المناسبة للصحة النفسية والقانونية والمالية، المسؤول عن إدارة هذا الحق اللي هو المجتمع أو القانون، عن يعني المجتمع عن طريق القانون، وبالتالي الأطراف المحيطين الوالد والوالد، وممكن يكون أطراف كمان مختلفين في لهم علاقة بهذا الحق. وإذا القانون واضح بما يتعلق بحضانة الأطفال هذه، لماذا يتم اللجوء إلى القضاء؟ يتم اللجوء إلى القضاء في حال بروز المنازعات بين الزوجين. للأسف يعني موضوع الحضانة إحنا بنستخدمه أو الأطفال بتصفينا هي ورقة نزاع أو مناكفات، وسيلة لا يعني إخضاع الطرف الآخر. هي بتصفي إنه بصير الأب يضغط على الأم بالأولاد. هلأ في حال قيام الزوجية زي ما تفضلت سعادة القاضية وحكت إنه ما في أي مشكلة، الحضانة ما هي مع الأم، أعطاها هذا الحق قانون الأحوال الشخصية، بعد الانفصال برضو كمان أعطاها هذا الحق، وبس بتزول وبسقط هذا الحق بمجرد زواجها من شخص أجنبي. طبعا هل هذا منطق تعتبري؟ أنا هذا ما بعتبره منطق. يعني إحنا بالنسبة لنا بنطلع على التطبيق الحالي لموضوع الحضانة، كتير في إجحاف، كأنه بتم التعامل على الحضانة مع الحضانة على أساس إنها حق من حقوق الكبار، وكأنه الأم غير قادرة الزواج على رعاية أطفالها في حال تزوجت، وما بتم للأسف مراعاة المصلحة الفضلة للصغير، وكأنه برضه زي ما تفضلتي وحكيتي هو بيعاقب الأم إذا تزوجت من غير محرم للصغير بأنه ينزع حضانة أولادها منها. طب وإذا بدنا نعود لأصحاب حق الحضانة سعادة القاضية صمود، نحكي عن الأطراف. أنا خليني بس أحط نقطة نظام بهذا الموضوع زائد الأطراف. المصلحة يعني الحضانة تدور حيث مصلحة المحضون، يعني الرؤية الشرعية في هذا الموضوع تدور حيث مصلحة المحضون. ليكون مع الأم. مش بالضرورة، ممكن يكون مع الجدة. خلينا احنا نكون نحكي، اذا كان الطفل هو المحور انه كيف بنطلع له، ممكن تنزعوا الدوله في لحظه ما، وحصل انه الدوله رات انه هو مثلا لا سمح الله في جو جريمه او في جو غير مناسب، ممكن تحط وصي مؤقت عليه من غير المرتبطين في ارتباط مباشر من اصحاب الحقوق المباشر الى اخره، ولنا في ذلك تفصيل. بمعنى انه لازم احنا دائما نطلع اذا كنا بدنا نفهم انه وين مصلحه هذا الطفل.
مصلحة هذا الطفل أنه يكون في تواصل مع كل من يربطه في علاقة، يتواصل معه علشان هو يشعر حتى ما بعد أثناء النزاع ممكن ما يكونش في طلاق أو بعد الانفصال، هو حقه يتواصل مع جميع أطراف العائلة. للأسف حالة النزاع تترتب عليه تشتت عاطفي، تشتت فكري، تشتت في التواصل، عملية شد المغناطيس، ممكن يستخدمه الأب وأيضا ممكن تستخدمه الأم. هلأ بدنا نحكي إحنا كقضاء، لأنه إحنا كمان بنشوف أحيانا الأم تأخذ حق الحضانة في مقابله في حق المشاهدة. صحيح. أو الاستضافة للأب. الأطفال عندنا بنهاروا في المحكمة، برفضوا يشوفوا أبائهم، بنهاروا، عندهم أفكار غريبة، بنضطر نعمل تدخل إرشادي في هذا الموضوع. إحنا نأمل إنه القانون يشكل الضابط. هو القانون، لماذا القانون؟ مش بس علشان يفصل في النزاع، عشان يشكل الضابط لأهواء الناس. الضابط لما الناس بتختلف عادة تفجر للأسف في الخلافات. هذا الكلام بتسقطه على أنفسها وتظلم أنفسها أولا، وبعدين بتظلم كمان الصغار اللي هم في جو النزاع. طبعا الصراع بيأثر كتير كبير على العنصر الأهم، الأم، صاحب الأم. طبعا الأم النسبية اللي هي الأم يعني بالولادة جينيا هي الأم صاحبة الحق الأول ما بعد الانفصال، بس قد يحصل عوارض وتسقط، ليس فقط في زواجها من أجنبي، ممكن يطرأ طارئ صحي، ممكن يطرأ طارئ عقلي، ممكن فقدان الأهلية، هو فقدان الأهلية أو عوارض الأهلية. صحيح. ممكن ترجع لطبيعتها وتسترد هذا الحق، ممكن تتزوج وتنفصل ترجع تطلب هذا الحق بعيدا، ممكن أنه بعدين بروح لأمها، يعني بتضل من جهة النساء. ولكن في الحالة الطبيعية خليني أحكي، الحضانة في الدرجة الأولى بتكون من حق الأم بعيدا عن 15. كل الظروف. صحيح، لانه في هذا اللي رح نحكي عنه هلا، العمر اللي هي لسن ال 15 بعد هيك ضم. بس كمان بدنا نحكي اذا بدنا نحسن اكثر على 15 عند ال 15 يخير. يخير، ولكن كما فهمت انه الذكر يخير بس الانثى لا تخير. الانثى لا تخير. صحيح. هذه الانثى للاسف انها تجبر على الانضمام الى الام بعد سن، سوري، الانضمام الى الاب بعد سن ال 15 سنه، وفي حال رفضت تسقط نفقتها بعاقبها القانون بسقوط النفقة. وهل إذن بتشوف هذه النصوص القانونية فيما يتعلق بالحضانة منصفة؟ لا أكيد هي أبدا مش منصفة ولا تطبيقاتها منصفة، زي ما حكيت إنه عدم مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، وتطبيقها يعني بتعارض حتى مع القانون الأساسي الفلسطيني في باب الحقوق والحريات في المادة 29 اللي بتحكي قديش إنه إحنا مصلحة الأطفال لازم نراعيها وحقوقهم وحرياتهم نهتم فيها. وناهي كمان منصفة؟ أولوية وطنية. خلينا نحكي في كثير من أمور الحضانة فيها باب من الاجتهاد في الشريعة، بالتالي هذه القوانين لازم نحكي للمواطن الفلسطيني شو وضعنا القانوني. يطبق في فلسطين في الضفة الغربية قانون الأحوال الشخصية لسنة 76، في قطاع غزة قانون حقوق العائلة لسنة 54، في القدس يطبق قانون الأحوال الشخصية المعدل والتابع للقضاء الأردني في مرجعياته في المحكمة الابتدائية والاستئنافية في هيئة الاستئناف، وكمان في 48 يقدم العثماني، يعني تخضع للقانون العثماني سنة 1919 عدا الإطار المدني اللي هو بدناش إحنا نغسل فيه. عملية التشتت وتقسيم فلسطين إلى أقاليم قانونية تتعب الفلسطينيين في التطبيق ما بين الضفة وغزة والقدس، تنازع قوانين عنا، فما بالك إذا كانت الأم مقدسية والأب من الضفة أو الأم من غزة، وكمان هذا الموضوع لسه هذا بيكون أصعب ما يتعلق في حضانة الأطفال. في مجلس القضاء الشرعي ومع سماحة قاضي القضاء ناقشنا أولا موضوع بالسن، أنا بس يعني بدي أحط ضابط اللي هو لم يكن أصلاً سن ال 15 بلوغ حكمي، يعني بلوغ حكمي إذا لم يثبت البلوغ كان في سن أصغر تنتقلي أنت من الحضانة إلى الضم. لكن كانت الرؤية لما تناقشنا مع قاضي القضاء أنه ما بدناش نسأل البنات والأطفال داخل الجلسات إذا بالغين ولا مش بالغين، وتجاوزنا هذا الموضوع ورفعنا للبلوغ الحكمي من باب المصلحة الفضلى. لكن لا نستطيع التطاول على النص القانوني إلا بتعديل تشريعي. خليني كمان رح نكمل حديثنا. صحيح. أكيد في هذا الموضوع. ولكن رح نروح لفاصل قصير ومكملين في برنامج لها من فلسطين. مساء الخير من جديد. حكينا عن الآثار النفسية والاجتماعية اللي بتعرضوا لها الأطفال فيما يتعلق بموضوع الحضانة. رح نشوف هذا التقرير ونرجع أكيد لنكمل حوارنا في استوديو لها من فلسطين. لما البيت بين اسم نصين فبتكون كل الأطراف خسرانة، وبتبلش مرحلة شد الأبناء ما بين بيت الأم وبيت الأب في لعبة بتشبه شد الحبل. لكن حتى لو توفر البيت البديل والملابس والأكل، فهل بيتحملوا الأبناء تبعيات هالانفصال؟ وهل بيقدروا يتأقلموا على حياة بديرها أحد الأبوين؟ رح ناخد اليوم أجوبة أسئلتنا من أخصائية نفسية، خليكم معنا.
في بعض الحالات بيكون الحل الوحيد للمشكلة هو الطلاق، ولكن ضحية هالحل رح يكونوا الأطفال اللي ممكن يعيشوا حالة من عدم الاستقرار بسبب النزاع والخلاف بين الأهل عليهم. الطلاق حل عشان الأمور ما تتفاقم بشكل أكبر. لا شك إنه الطلاق موضوع مش سهل، هو خيار بس هو موضوع مش سهل. والزوجين بيكونوا كمان مشتتين وملخبطين. إذا تعاملنا مع الطفل إنه حبل ملقط، يعني الأب والأم تعاملوا معه إنه حبل ملقط، هما بدهم كل طرف بده يشد لجهته، هذا الحكي رح يأثر على الأطفال بشكل كثير كبير. بنحكي عن خوفهم، نحكي عن قلق، نحكي عن اهتزاز ثقتهم في حالهم، اهتزاز ثقتهم في الآخرين، نحكي عن ممكن عدوانية إذا كانوا بالمدرسة أو برياض أطفال أو إلى آخره. لمراعاة نفسية الأطفال يفترض أنه يتم استثنائهم من المرور بهاي الظروف، والأخذ بعين الاعتبار أنه نفسيتهم هي الأهم، وضروري ما نشوه صورة العيلة في مخيلتهم. بعمر معين وبسن معين الأطفال ما بيكونوا واعيين شو مفهوم الطلاق أو الانفصال أو الفقدان، زي يعني جانب منه زي العملية أنه فقدنا حد، فبالتالي بوجهوا اللوم والذنب على حالهم وكأنهم هم سبب أو جزء من هذا الطلاق. تشويه صورة الأب من قبل الأم مش صحيح، تشويه صورة الأم من قبل الأب للأبناء كمان مش صحيح. احنا ما قدرناش نكمل، ما قدرناش نستمر في الحياة مع بعض، بس في شغلات مشتركة بيننا اللي هي الأبناء. على أبسط الأمور انه عشانهم معركتنا ما يكونوا الأبناء طرف منها، فما نخلي أولادنا مكسورين، ما نخليهم يشعروا بدونية وبنقص اتجاه حالهم واتجاه أصحابهم أو معارفهم، وما نخليهم يطلعوا بعقد وجوانب نفسية هم بغنى عنها، والأهل بيقدروا لو يتصرفوا بطريقة مختلفة كمان ما يوصلوا أولادهم لهذا الجانب. إذا ما قدرتوا تنصفوا حالكم، انصفوا أبنائكم، ما تخلوهم يتربوا على عقد مجتمعية بتوقف بينهم وبين نجاحهم بحياتهم. لبرنامج لها من فلسطين، أمية المصري. أكيد يعني آثار نفسية واجتماعية كتير بتكون على الأطفال، وخصوصا فيما يتعلق بالحضانة. هذه للعقبات اللي بتواجهكم لتنفيذ أحكام الحضانة، نحكي عنها شوي. يعني إحنا بصندوق النفقة الفلسطيني طورنا برنامج مساعدة قانونية متكامل من ضمن هذا البرنامج تنفيذ أحكام النفقة. بيجونا ناس متوجهين، متوجهات معهم أحكام نفقة، بتكون الأحكام هاي حبر على ورق، يعني جايبة حكم مش قادرة تشوف بنتها 4 سنين. يعني بتذكر بآخر 2019 يجونا خوات تنتين متزوجات على نفس العيلة، سلفات بالضبط، سلفات، ومعهم أحكام حضانة. واحدة له 4 سنين مش شايفة بنتها، والتانية حردانة بعديها والدة و بعمر السنتين ما أخدين ابنها، معها حكم حضانة هي مش قادرة تنفذه. فلجأت للصندوق قلنا لها ماشي منساعدك وهيك. طبعا بلشنا ننسق مع الشرطة القضائية علشان تنفيذ هذا الحكم، وهم كان في قدامهم كتير معيقات. للتوضيح فقط، بصندوق النفقة انتو بتاخدوا دور تنفيذي لتنفيذ الأحكام بما يتعلق للنساء اللي معهم حق حضانة. حق الحضانة بالضبط. أوكي. طبعا نسقنا مع الشرطة القضائية ولغاية ما انه وصلنا الاحكام ونسقنا، لانه كانت هم ساكنين بمنطقة سي، يعني ممنوع الشرطة توصلها الا بموجب تنسيق. فطلعنا اكثر من مرة مع الشرطة وهيك عشان نحاول ننفذ الحكم، ما زبط. يعني بتذكر بعد 3 محاولات أو 4 محاولات بالاخر قدرنا انه حصلنا على اذن تفتيش للبيت. راحوا الشرطة على البيت، فتحت لهم الجدة اللي هي الحاضنة أو هي مغتصبة الحضانة أم الأب. وين الأولاد؟ وين الأولاد؟ مش موجودين. دخلوا فتشوا البيت، اكتشفوا إنها مخبية الأولاد عند الخزانات على ظهر السطوح. فتخيلي جدة معرضة حياة أولاد ابنها للخطر علشان تتعنت الأولاد وما تنفذ حكم الحضانة. ومن هون ممكن ساعات القاضية صمود حجم، أو خلينا نحكي القضايا الموجودة في المحاكم الشرعية في بما يتعلق بحضانة الأطفال، هي بتزايد أم نقصان؟
يعني موضوع الانفصال مرتبط بالحضانة. صحيح. مؤشر الطلاق مرتبط بالتبع غالبا بالحضانة. يعني احنا عندنا 5300 حالة طلاق، كان منهم 2600 وكسور قبل الخلو والدخول بمعنى في الشولاد، و2600 يعني 50% 50% بعد الخلو والدخول. عادة بعد الخلو والدخول في أطفال، ممكن هم وقلال جدا يقسموا هذا الموضوع يفصلوا بينهم، يعني بدون شيطنة الطرف الثاني ما بعد الانفصال، لأنه عادة الشيطنة هذه يعني هذه الصبغة للأسف اللي بتكون موجودة. المصطلح اللي عم تستخدميه حاليا صراحة هو اللي لازم يتم استخدامه بهذا الموضوع. شيطنة الطرف الثاني ما بعد الانفصال، للأسف الناس بتشيطن بعض بعد ما تنفصل، وبروحوا الأطفال ضحية لهذا الصراع. خارج السياق الشرعي وخارج السياق الأخلاقي مش بس القانوني، والناس كانت يعني بتجمعها بيت واحد والأصل انها تنفصل واذا الرابط الاولاد موجود، لانه كمان هم بهمهم مشروعهم الشخص انتهى، لكن فيما يتعلق بالاطفال هو جزء من مشروعهم الذاتي تجاه الحياه، واجبهم تجاه المجتمع، واجبهم تجاه انفسهم، تجاه نجاحاتهم المستقبليه، يحافظوا على الصحه النفسيه للاطفال والصحه الاقتصاديه. وهو كمان انت مش عارفه لما بتصير مشكله النزاعات بتأثر على النفقة، بتصير في منكفات على النفقة على 20 شيكل و50 شيكل، يعني بتحكي على $5 و7 دولار و10 دولار. خلينا نوضح إذا في مواطنين خارج فلسطين في هذا الموضوع، يعني مشاهدين عم بيحضرونا. فعملية الشيطنة تنعكس على كافة الظروف، إذا مش بس الحق القانوني والحق الاقتصادي وسلامة الاتصال مع الجدة، سلامة الاتصال مع الجد، سلامة الاتصال مع المحيطين في العائلة الممتدة، لأنه كمان السلامة المجتمعية الصحة النفسية المجتمعية للأطفال مهمة جدا. هذا الموضوع بده تعاون، كمان أحكي بده إرشاد أسري في أغلب الحالات، بده إرشاد أسري وبده تدخلات مختلفة في هذا الموضوع، لازم نحكي فيها بجدية. اللي كنت أنا بس بدي أعقب عليه في الحق الاقتصادي، في موضوع يعني البنت تؤمر ولا تجبر في سن الـ15 حكمي، تؤمر ولا تجبر، ولكن في حال رفضها، يعني ليش ولا تجبر؟ يعني ما فيش ممنوع الشرطة تجر زي زمان الطفلة أو الطفل تحكي له جرا وقسرا موضوع الإجبار. بس عم نشوف صراحة هاي القصة، يعني عم نشوف جر الأطفال. مرت علي في المحاكم الشرعية من سنة الأواخر 2016، احنا في دوائر التنفيذ ممنوع جر الاطفال، لدينا محاضر مع وزارة التنمية الاجتماعية للارشاد النفسي عمرها سنة، تخيل تخضع لجلسة وتنتين وثلاثة واربعة وعشرة، ممنوع المساس بالاطفال، لكن دون سن السابعة احيانا بكون ثلاث سنين وسنتين اربع سنين، هذا موضوع مختلف في التعامل مع الطفل، لانه هو اصلا مش واعي مثل ما حكت المرشدة النفسية، فالتعامل معاه بيجي حسب الحكم، لازم يتنفذ الحكم تحت السبع سنين. سننعيد بالنسبة للفتيات، اذا هل من حقها الاختيار؟ هي لا تختار، هي تؤمر في الحكم، لكنها تؤمر يعني بيجيها امر قضائي، يعني انت مأمورة تروحي مع الوالد مثلا اللي اخذ حكم الضم، لكن لا تجبر، تؤمر ولا تجبر. لكن عملية عدم انضباطها، وهلأ هتضحكي بس شغلة على الأهلية، عدم انضباطها للحكم القضائي في هذا السياق بيؤدي لتأثر حقها الاقتصادي في النفقة. تسقط النفقة، يعني بقدر هو يعمل قطع نفقة، لكن وين المشكلة اللي لازم تفهمها الناس قانونيا؟ هو لما بيرفع حكم الضم ما بيخاصم يعني الام، الام تصبح مش في صورة الخصومة، هو بيرفع قضية على بنته أو على ابنه، لأنه تعتبر أهلية كاملة للنزاع على الحضانة، بمعنى بنتي بلغت صار سنها 15 حكمي، أصبحت تستغني عن النساء في موضوع التربية، وهذا موضوعنا نحكي فيه في المصلحة الفضلة، يعني وأصبحت بحاجة إلى الرجال في موضوع التنشئة. طبعا هذه إلها بس الناس لازم تفهم هذه النقطة بالذات تحديدا، أنه 15 سنة أصبحت غير بحاجة للنساء في تربيتها. أنا بشوفها صراحة، لكن أنا بدي أحكي القانون لما تأسس لازم نفهم في سنة 76 هذه المعايير في اجتهاد المجتمع، وفي سنة 54 صحيحة، وأحكي أكثر من ذلك. بس تغير الزمن، المفروض إنه لا يتمكن تغير الأحكام، بتغير الأزمان، هاي فرض شرعية. بس القانون صدقيني، القانون هذا لازال يصلح في أجزاء كثير كبيرة من المجتمع الفلسطيني هنا وهناك. بس بده تعديل وبده شغل، يعني أنا مثلا بده تدخلات لمشروع قانون الأحوال الشخصية اللي هو لا زال مشروع، بعطي الحق للأنثى على عمر 18 سنة برضو تختار سواها بالذكر. يعني إحنا 15 قصدك 18 مشروع، طبعا المشروع 18 ما في حضانة ولا ضم، هم بس بعد 15 الاختيار المشروع بقانون قصدك الاحوال انت، قانون مشروع المشروع موحد، المشروع الغير مطبق، غير مطبق صح. صحيح. هلا انه البنت بعد ال 15 سنه تكون بسن حضانه الرجال، لا ضم قصدك ضم بالضبط، لا هم في خدمه النساء وفي حضانه الرجال،
هلا بعد ال 15 سنه تروح لابوها، لا هي بحاجه لامها اكثر. اكيد البنات بهذا العمر بالذات لسه غير عن الاولاد بتكون وحده محتاجه امها اكثر. يعني احنا عندنا كلنا عندنا بنات، وبتعرفي كيف انه بهذا العمر لا انا محتاجه امي احكي معاها، احكي لها الاشكاليات اللي بتواجهني بالحياه، ممكن انها هي توجهني تكون لي اقرب لي من ابوي. وما بتقدر تساوي الام باي حدا يعني. طب مع اختلاف وجهات النظر او الاتفاق في وجهات النظر، حابة اضيف اشي، انها هاي البنت بسن ال 15 سنة لا تكون مع امها، انت بدك تنشئها قد ما تقدري تنشئة صحيحة عشان هي تقدر تنشئ لك المجتمع لقدام، لانه فعليا هم الاطفال اللي بدهم يعانوا من اثار حكم الحضانة. يعني ولا واحد فينا مختلف اعتقد على هذا الموضوع، هو كان القانون كنا متفقين انه حابة اضيف التأثير كمان كبير جدا على الاطفال بما يتعلق بالحضانة. هديل احكي لي بشكل سريع عشان ننتقل لمحور الحضانة. حابة اضيف اخر نقطة انه المشكله يا عمي بموضوع الحضانه مش انه لما بدك تطبقيه بس على طفل، لما بيكونوا مجموعه من الاخوه قاعدين مع بعض في نفس البيت وحدا بنضم للاب وحدا بضل عند الام، صراحه صعبه. شو النتائج والاثار النفسيه على الاطفال، وكيف بدهم يبنوا مجتمع بكره؟ طب باي نفسيه بدك تطلعيهم للمجتمع؟ صراحه كثير صعب، انا بشوفه جدا صعب. هو لما بفكر فيه من حيث انه موضوع عن جد مش سهل انه نفرق حتى زوجين، انه يكون في طلاق وانفصال، كيف نتخيل كمان انه الاطفال حتى بتفرقوا بالزبط بين الاب والام؟ سعادة القاضية، طب ليه بتحول الموضوع لصراع؟ ببساطة ليه بنحول لصراع؟ هو احنا كمان عشان نكون اصحاب صوت مسموع لازم نحكي بطريقة نغير، عشان نكون واضحين كإعلاميين أو كقانونيين. صحيح. لازم نكون عمليين في الطرح. لما كان القانون القديم كان بيسمح بزواج البنت 15 سنة و16 سنة تغير. أوكي القانون تغير، فتلقائيا ما يتعلق بشؤون الحضانة مرتبط بسن الزواج اللي كان موجود قبل في سنة 76 واللي تعدل في سنة 2019. صح. فإحنا لازم نحكي بطريقة عملية مع إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، عشان سن ال 18 اللي صار متعلق بزواجها لازم على ضوء ننظر لقضايا الحضانة، ننظر لقضايا النفقات، ننظر للمصلحة الفضلة للأطفال. اليوم انعملت ممارسات دولية ما اختلف عليها أي حدا في دول إقليمية أو في دول عالمية، شو أفضل الممارسات؟ يعني مثلاً ممكن انه يكونوا بعاد عن بعض، يعني فتره الكورونا ليش ما كان في اجتهادات مثلا في اطار الحضانه في الطرح؟ وانا حكيت مع مؤسسات المجتمع المدني تواصلوا عن طريق الماسنجر، ليش يروحوا على الشرطه وسر الاب او الام؟ لا بدنا نشوف احنا في مقر الشرطه، ما في خطر صحي. معلش ليش ما قالوا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي؟ ليش ما يكون في تعهدات على الاب او الام اللي معهم الاطفال انه الاب ممكن مسموح له يتصل في وقت معين، الاوقات اللي فيها مثلا دراسه، الاوقات اللي فيها مرض، كيف اليات التواصل الاخرى؟ طب مش المجتمع بتطور ونستخدم هذه الوسائل، كيف ممكن نوظفها؟ هذا جدا مهم اعتقد ان نفكر بطرق تواصل سليم. وهذا اعتقد مهم جدا، يعني دائما بنقول انه الخلافات موجودة ولكن إيجاد الحلول هو الأهم. صحيح. ومهما يكون في صراع أو انفصال أو طلاق، خلينا ندور على الحلول اللي تسهل عمليا اتفاق جميع الأطراف، وحتى يشوفوا الأطفال جميع الأطراف، سواء حتى الأم أو الجدة أو العمة أو الخال، يعني خلص بكفي صراعات. الخلاف عادي، الخلاف عادي، ولكن إيجاد الحلول هو الأهم. الخلاف جزء من سمة البشر. رح نكمل أكيد ساعات القاضية، ولكن رح نروح لفاصل قصير ومكملين بلها من فلسطين. مساء الخير، واكيد مكملين بالقسم الاخير ساعات القاضيه صمود. حكينا عن الصراع، ليش بتتحول حضانه الاطفال لصراع بين الطرفين؟ الصراع من حيث المبدا هو طبيعي. اذا بنشوف احنا بنستعرض ارقام المحاكم الشرعيه، نجد في العام 2019 على سبيل المثال 28000 حاله زواج بالضفه، 20000 حاله زواج بغزه، نجد الارقام مثلا اكثر من 5000 وكسور مثلا حاله طلاق، من اكثر من نصفها قبل الخلوه والدخول. يعني ما انشأوا اسر وما صار عندهم اطفال، فبالتالي حاله المقبلين على الحياه ثمن اضعاف من يفارقوها لكي ينشئوا حياه اخرى. يعني مش بالضروري لا تتوقف حياتهم عند هذا الموضوع، ويتحول لصراع لأسباب الشيطانة. بنرجع بنقول شيطانة الطرف الثاني ما بعد الخلاف، شيطانته، محاولة الطعن فيه، محاولة تشويه، محاولة إيذائه. هذا الموضوع بده إرشاد أسري، بده تدخلات. بنرجع بنقول هذا الصراع يضبطه القانون، لكنه بحاجة إلى تدخلات قوية من قبل الدولة للإشراف على وجود ضمانات للمصلحة الفضلة للأطفال ما بعد النزاع. شو الأمور اللي بتحب تغيريها بقانون الحضانة لو بدنا نفكر بالتفكير الناقد؟
بدي تعريف واضح فلسطيني للمصلحة الفضلة للأطفال بتوائم مع المفاهيم الفلسطينية سواء مكوناتها الثقافية للشعب الفلسطيني. بدي تعريف واضح للمصلحة الفضلة، مين الجهات المسؤولة عن ضبط المصلحة الفضلة للأطفال، وشو الضمانات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية اللي حتى في المناطق المهمشة في مناطق المخيمات في إرياسي ما بدنا تقسيمات سياسية تلقي بظلالها على تنفيذ الأحكام أو على ضمان الحقوق الاقتصادية، الحقوق الصحية، الحقوق الطبية الاجتماعية بالنسبة للأطفال. نريد أطفال فلسطين أصحاء للمستقبل باختصار يعني. وهذه الرسالة بنختم فيها لكل المتخاصمين بحضانة الأطفال. لكل المتخاصمين بحضانة الأطفال بحكي لهم إنه بعيداً عن يعني عن الخصام، أولادكم هم تعبكم، هم إنتاج حياة طويلة قضيتوها مع بعض على الحلوة وعلى المرة، بلاش إنه ندمرهم بالمستقبل وإحنا نخليهم ورقة مناكفات وخلافات. وفي النهاية كمان برضو بدعو إنه لو إنه قبل إنه إحنا نقرر المصلحة الفضلة للأطفال إنه نعرض الأطفال لعملية مسح اجتماعي من قبل أخصائي اجتماعي علشان يقدر يدرس الظروف المحيطة فيه عشان يقدر يقرر مصلحته الفضلة على أساس صح وعلى أرضية صلبة. يعني حوارنا صراحة بده ساعات، مش حابة أنهي الحلقة اليوم صراحة، ولكن بنهاية حلقتنا بدي أشكر سعادة القاضية صمود دميري قاضي شرعي. عفو. وبدي أشكر هديل ربعي مدير الإدارة القانونية في صندوق النفقة. شكرا كتير لكم لوجودكم معنا اليوم. أطول. وبالنهاية بنقول لما الطريق بتتفرع بينكم وكل واحد بده يكمل حياته وطريقه بعيد عن التاني، ما تفكروا إنه أنتوا افترقتوا إلى ما لا نهاية. في بيناتكم جسر رح ترجعوا عليه، مش عشان ترجعوا لبعض إنما عشان تعتنوا فيه. في النهاية أي صراع بيناتكم رح يكونوا الأطفال ضحيته، وفي النهاية رح تشوفوا حالكم ملزمين إنكم تلتقوا هالجسر عشان تديروا بالكم على أطفالكم وترعوهم. وفي نهاية حلقتنا من لها من فلسطين منقول أحضنوا أولادكم، أعطوهم الحب والأمان والثقة حتى ما نخسرهم على أبواب المحاكم. إلى اللقاء.